مثل ما تعرف سيدنا مريض السرطان بل. أو مرضى الأورام بصورة عامة يحتاجون إلى رعاية نفسية خاصة. نعم. من يعني تدرى أنه هم يبدون يفوتون من يعرف، خصوصا من يعرف أنه عنده مرض السرطان، وإحنا عندنا فكرة مستأصلة أنه السرطان هو نهاية العالم. هو يعني هاي الفكرة صارت قديمة، يبدي يفوت بفعالات نفسية تضمن الكآبة، امتناع عن الأكل والشرب، تغير بالتصرف، وكل هاي مو بصالحة طبعا. طبعا مو بصالحة. الآن مرض السرطان أصبح حالة حال أي مرض عادي بتطور العلم. لا يعني نهاية لا يعني طبعا سيدنا، لأن تطور العلم الحمد لله والشكر. يعني الآن العقاقير الجديدة ونشوف إحنا كل 3-4 أشهر تصير ثورة في علاج أورام السرطان من كل النواحي، من ناحية الإشعاع. سابقا مثلا كان المريض من يخضع الإشعاع يخضع الجسم كله، بس فقط العضو المراد الإشعاع المصاب، فهذا قلت مضاعفات هاي العلاجات. العقاقير الكيميائية، أكو عقاقير جديدة هسه طلعت اللي هي البيولوجي، اللي هو يأتي على الهدف المراد إيصال الدواء إلى فقط. هذا يعني ينزل من خلينا نقول مضاعفات الأدوية اللي كانت عالم التصور الكيميائي وتساقط شعر. حتى هسه أكو أجهزة جديدة نزلت وموجودة بالعراق، المريض من يأخذ العلاج الكيميائي يلبسوه مثل الدرع الخاص، هذا يمنع تساقط الشعر. العمليات لأورام السرطانية طولت، فما تعني أنه هي نهاية العالم الآن. صار أنه هو مرض يعني حالة حال أي مرض، لكن إحنا بعد هالفكرة في المجتمع أنه اللي مصاب بالسرطان تحتاج إلى نعم إيه تحتاج، يعني أنه مصاب بالسرطان يعني أنه يصورون أنه هو في طريقة إلى لا سمح الله الوفاة. هي الأعمار بيد الله، يعني هو أنت احتمال واحد مصاب بالسرطان يعيش، إحنا مريض عندنا عاش بالسرطان منتشر عاش 10 سنين وابنة توفى ورا سنتين، قضاء وقدر. بلي. يعني بلي. الأعمار هي بيد الله. بلي. فالمفروض يكون عندهم نوع من التفاؤل، دار مدارة والمحيطين بيطوا تشجيع.